اوكي سؤال حلو قوي، لانه بعد ما خدنا الجايزه قعدنا مع الحكام وحكوا لنا حدوته ان هم اختاروا جايزه مشروعنا ليه. هم لقوا فيه ان هو بسيط قوي وفي فلسفه قويه وفيها استرجاع للحضاره للروح القويه او الدور الكبير اللي كانت بتقوم بيه المكتبه، زائد هم كتصميم كلهم معماريين وفي منهم ناس تخصص مكتبات، لقوا ان الحل بتاعنا ده احسن حل مقدم من ال 1400 مكتب. كمان قالوا لنا على حاجه انه كلهم كل المحكمين، هم كانوا 13 محكم، كلهم اختاروا الحل الديزاين بتاعنا ان هو يبقى مره واحد. ليه؟ ودي حاجه ما بتحصلش ابدا. ليه؟ من قوه الديزاين، ديزاين قوي بسيط، يعني البساطه وقوته خلته بسهوله ان كل المحكمين يختاروه. يعني 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 هذا المبنى يضاهي المبنى بتاع الاوبرا مثلا، اوبرا سيدني والحاجات دي في سيدني. يعني طبعًا. يعني ما اعرفش ليه دايما طبعًا. لما بشوف طبعًا. اوبرا سيدني وبشوف مكتبه اسكندريه بقول ان يمكن الاثنين عشان قريبين من البحر، يمكن الاثنين عشان فيهم يعني لا يقل قوه طبعا. مش كده؟ بالعكس، هو يعني معماريا المبنى قوي جدا معماريا، ودايما بيوصفوا على مبنى اوبرا سيدني باعتباره من اقوى المباني في العالم او يعني الاشكال طبعًا. المعماريه في العالم. لكن التحدي انه يتبنى اوبرا زي كده في الميه. واحنا حتى يعني المشروع بتاعنا كان فيه شويه المنافسين بيحاولوا يوقعوه عشان موضوع الميه، انما طبعا احنا في العصر اللي فيه العزل بقى، يعني خلاص تكنولوجيا العزل بقت. هم كانوا بيتكلموا ان ده قريب من الميه وبالتالي ممكن ان يتعرض ل اللي حصل ان الجائزه الثانيه، يعني احنا خدنا الاولى والثانيه، الثانيه كان مهندس معماري ايطالي ومشهور وكبير وعلى اتصالات عاليه، والثالث كان برازيلي برضه. الحلول كانت كويسه يعني، بس احنا حل الديزاين بتاعنا كان احلى. المهندس الايطالي ما استحملش ان هو ياخد الجائزه الثانيه، وان احنا كنا وقتها شويه عيال 29 سنه وهو راجل يعني راجل معماري معروف، فراح وز بقى رئيس الوزراء الايطالي وراحوا كلموا رئيس الوزراء المصري انه ان المشروع بتاع الاولى دي مش وهمي والمشروع بتاعي احسن. فحصل بقى عملوا لجنه، شكلوا لجنه من كليه الهندسه اسكندريه عين شمس والقاهره، وعملوا نقط، درسوا نقط الضعف اللي ممكن تكون عندنا وترد عليها، وردينا على كل النقط واستقروا الى انه هو الجائزه الاولى اللي تنفذ. اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN.